نيجي بقى لنص الملعب والحيره تبدا اكتر واكتر في اللعيبه والاسعار الغاليه والاوبشنز الكتيره وتبدا تبص. بعيدا عن محمد صلاح طبعا وبعيدا عن سون هيونج مين، خلينا ننزل بقى للفئات اللي فيها حيره اكتر من اول ال 8 مليون. فئات ال 8 مليون هتلاقي فيها كذا واحد، عندك محرز، عندك ساكا، عندك ماونت، عندك لويس دياز، عندك كولوسوفسكي، وعندك جيمس ماديسون. ست لعيبه. انا بالنسبه لي هستثني كولوسوفسكي من الموضوع تماما، لان هو اولا مرشح انه يكون موجود على الدكه، ووارد ان هو لو لعب ممكن ايه كمان بيتخانق مع الشباب بتاعه الوينج باكس اللي اتكلمنا عنها في خط الدفاع. فكلوسوفسكي بالنسبه لي بعيد تماما عن القصه دي. ساكا انا برضو هستبعده، ولكن مش عشان هو مستوى سيء، لا، عشان في منافس اهم في خط الهجوم اسمه جابرييل خيسوس، سعره 8 مليون زي ساكا، ومتوقع انه يكون المين مان في ارسنال في الموسم اللي جاي. وفي نفس الوقت في حد في ارسنال اقل برضه ب 2 مليون وهو جابرييل مارتينيلي، فساكا بالنسبه لي برضه من اللعيبه المستبعده. ميسون ماونت مع تشيلسي، تشيلسي كله عموما في حاله غير مستقره على الاطلاق دلوقتي، ما بين توخ اللي هو بيجرب يلعب ب 4 4 2 مش ماشيه معاه، 4 2 3 1 برضه مش ماشيه، اتوقع يرجع للثلاث مدافعين، جاب كوليبالي ما عرفش يجيب كوندي، لسه ما جابش كيمبيمبي، فالوضع ضبابي في تشيلسي في الهجوم، لوكاكو مشي وجي ستيرلينج، فالوضع كله في تشيلسي بعيد بالنسبه لي في الناحيه الهجوميه بالذات، وسط كمان التركيبه الثلاثيه اللي هتتعمل اللي احنا لسه مش عارفينها. فبالنسبه لي برضو هخلي ميسون ماونت مش هستبعده، ولكنه بالنسبه لي في خانه الويت اند سي، هبص كده تشيلسي هيقدم ايه وبعد كده نبدا نتصرف. ما بعد كده عندنا لويس دياز، والحيره بتاعت ان انا مش قادر اجيب صلاح فاجيب لويس دياز. فرق الخمسه مليون مغري جدا لناس كتيره، ولكن غياب صلاح يعني غياب اوبشن مهم جدا للكابتنه، وان انت حاطط ايدك على قلبك في كل اسبوع، فلويس دياز اوبشن يبقى كويس مع صلاح مش غير صلاح. طيب لو هتسالني على ليفربول بالمره، مين فيهم الاوبشن الاهم ما بعد صلاح وارنولد؟ انا بالنسبه لي هقول اليسون رقم واحد، والمنافسه في المركز الثاني ما بين روبرتسون وما بين لويس دياز. طيب محرز وفودن هنعمل ايه في الاثنين دول؟ خروج ستيرلينج وخروج خيسوس وتجديد عقد محرز يخلوا محرز اوبشن مهم في الناحيه اليمين بالنسبه لي، سعره 8 مليون فممكن يكون هو البنط اللي انت ممكن تروح له الموسم اللي جاي في مانشستر سيتي. هل الكلام ده مؤكد؟ لا، لان هو مستواه برده في الوديات مش مبشر بدرجه كبيره، ولكنه مش مقياس، لان هو الموسم اللي فات لو انت فاكر في الوديات كان رونالدينيو، وبعد كده دخل الموسم كيرفو نزل تماما وبدا كمان يقعد على الدكه، فده مش مقياس خالص. واخر واحد في فئه ال 8 مليون هو جيمس ماديسون. ماديسون مع ليستر سيتي مفيش لا دوري ابطال ولا دوري اوروبي، ماتش واحد في الاسبوع، ولكن زي ما كلمتك فهم اولا ماتشاتهم صعبه في البدايه، وثانيا عندهم مشكله في حته الصفقات، لسه ما تعاقدوش مع حد، روجرز عايز لعيبه بس لازم يبيع في الاول، فموقفهم مازال ضبابي. فلو هرتب فئه ال 8 مليون دي انا هحط محرز في المقام الاول ولويس دياز في المقام الثاني. فئه ال 7 و7.5 مليون فيها ثلاث اسماء، سانشو من مانشستر يونايتد، كوتينيو من استون فيلا، وجاك جريليش من مانشستر سيتي. سانشو فريق كويس جدا في فتره التحضير مع مانشستر، هو المين مان في الفرقه حتى اعلى من برونو فرنانديز، وهو المتحكم في مسار اللعب ومتوقع ان هو يقدم موسم كويس جدا. جاك جريليش مقدم فتره تحضيريه كويسه لحد دلوقتي وهو في الموسم الثاني، ومعروف ان صفقات جوارديولا في الموسم الثاني بتبدا يعني زي ما بنقول كده ترمي بيضها بالبلدي في المستوى، فبالتالي جريليش متوقع ان هو يكون افضل اكيد من الموسم اللي فات. ولكن ما تنساش ان هو اصلا ما قبل كده ما كانش لاعب اكسبلوزيف، مش اللاعب اللي بينفجر يديك دبل ديجيت كل ماتشين حتى هو مع استون فيلا، ولكن متوقع ان طبعا يزيد عدد اسيستاته مع وجود الدبابه ايرلينج هالاند. فجريش واحد من اللعيبه اللي تحت النظر. كوتينيو انا ما افضلش كوتينيو قوي بصراحه، لان هو عنده تغييرات كتيره جيرارد بيجربها في خط الهجوم، لسه ما استقرش على طريقه معينه، طب مين فيهم اللي هيكون مرشح افضل للنقط؟ لسه دي كل حاجات ما استقرناش عليها في الفريق، لعب 4 4 2 و4 4 1 1 و4 3 3 كذا طريقه في الفتره التحضيريه، فلسه ما استقرناش على القصه دي. فئات ال 6.5 وال 6 مليون فيها بقى يعني زربيح اسماء، خلينا ناخد منهم الاسماء الاهم، والاول هو ماركوس راشفورد اللي الناس كلها رايحه عليه دلوقتي ب 6.5 مليون، ارخص من سانشو وارخص من مارسيال، يعني بقدم مستوى مقبول في الوديات، لسه هو ما انفجرش يعني هو اقل واحد في الثلاثه حتى الان، ولكن لو انت مش قادر توصل لسانشو او لمارسيال وعايز تجيب حد من مانشستر فراشفورد اوبشن كويس، مش هقول لا، ولكنه مش لسه الاوبشن الافضل، لسه ما انفجرش، لسه ما اداش اماره ان هو سرقه تقدر تروح تجري تجيبه في الفانتسي. عندنا ما بعد كده كمان برونو جيماريش في نيوكاسل، ماتشات نيوكاسل مقبوله، هو نهى الموسم بشكل كويس، واحد من الاعمده في الفرقه فممكن تبص عليه. عندنا كمان اللاعب اللي الناس كلها يعني مش مهتمه بيه السنه دي مش عارف ليه، هو جابرييل مارتينيلي. الناس تبص لساكا 8 مليون، ابص لخيسوس ب 8 مليون، بس اجي عند مارتينيلي لا،
الناس كلها من سعره 6 مليون يعني خايف ان يقعد على الدكه. طبعا هو ممكن في وقت من الاوقات تلاقيه بيستبدل لو في منافسه على مركزه، ولكنه بادئ بشكل كويس جدا في الوديات. اولا بيقدم مستوى كويس من الموسم اللي فات، كان اساسي في الموسم اللي فات عادي. فبالنسبه لجابرييل مارتينيلي مهم قوي في الفانتسي الموسم ده، ولكن لو انت هتروح له فهو مش معوض لجابرييل خيسوس، هو اضافه على جابرييل خيسوس. عندنا كمان شويه اوبشنز زي جالجر من تشيلسي لو هو خد الفرصه فعلا، بدا بشكل كويس في الوديات. لسه الموضوع برضو تشيلسي مش قوي، فمش هقولك روح حياته، ولكنه في خانة الويت اند سي اللي هو حطه تحت عينك نبص هيقدم ايه في اللي جاي. عندنا في ليدز يونايتد هاريسون وارنسون وسينستيرا، بس خليهم في بالك التلاتة لحد ما تشوف ليدز عاملة ايه. ليه؟ ليدز بتجدد فريقها وجابت عدد من الصفقات الكبيرة، خرج رافينيا، فدي فرصة ان يكون في مين مان جديد في الفرقة، حد يدور حوالين اللعب. انا متوقع ان يكون سينستيرا اللي هم لسه جايبينه جديد، ولكن خلينا نبص على ده اللي يساعد ان ماتشات ليدز كويسة. فعندهم ماتش مقبول، ماتش صعب قدام تشيلسي في الجوله الثالثه، وبعد كده الماتشات هتبقى احسن واحسن. فلو وصلنا للجوله الثالثه واحنا عرفنا شكل الفرقه دي عامله ازاي وفيهم لعيبه تقدر تبص عليها، بعد الجوله الثالثه تقدر تروح لهم على طول عشان تبدا تلحقهم قبل ما الناس تفكر فيهم. عندنا كمان في ويست هام سعيد بن رحمه، سعره 6 مليون. مش هقول لك روح له قوي بصراحه لان ماتشات ويست هام صعبه، واحنا كمان ما اتكلمناش عن جرب بوين فوق لان هو 8.5 غالي شويه على ويست هام. الفريق لسه هيبقى فيه تدعيمات هجوميه اكتر، سكاماكا خلاص بيخلص من ساسولو، في كلام ان هم كمان عايزين اضافه تانية هجوميه في خط الهجوم، فلسه الموضوع تحت النظر. بالنسبه لي سعيد بن رحمه انا هستنى يعدوا ماتش السيتي على الاقل في الاول الصعب طبعا، ويمكن بعد كده ابدا ابص له. في هاري ويلسون طبعا اللي موجود في فولهام، واحد من اللعيبه اللي كانوا كويسين السنه اللي فاتت، ولكن كل لعيبه الفرق الصاعده دون اي استثناء بالنسبه لي هي هستنى لحد ما اشوفها. ليه؟ عشان اولا هم صاعدين، الفرق ما بين الشامبيونشيب والبريمير ليج طبعا كبير، مش محتاجين نعيد الكلام ده تاني. والحاجه التانية ان كلهم ماتشاتهم صعبه، فولهام وبورنموث ونوتنغهام فورست كلهم ماتشاتهم صعبه. فهاري ويلسون، لينجارد، بيلينج، متروفيتش، سولانكي، تايو ايوني، برينان جونسون، كل الاسماء دي كلها تحت النظر. هتقولي طب ما انت قلت نيكو ويليامز ده باشا لاعب 4 مليون تحطه على الدكه تلعبه ماتش ولا حاجه في النص، لكن مش هو اللاعب الاساسي اللي هيكمل معاك على طول. الفئات الخمسة والخمسة ونص مليون دول اللي انت هتقفل بيهم التشكيل بقى، لو انت زبطت فرقتك وفي مكان ناقص لازم يلعب اساسي بس انا معيش فلوس، هم دول بقى. عندك بيدرو نيتو من ولفرهامبتون، ماتشاتهم كويسة وهو بدأ الفترة التحضيرية بشكل كويس جدا بصراحة. انا كنت مقلق من هجوم ولفرهامبتون بشدة يعني من اللي عملوه الموسم اللي فات، ولكن 4-3-3 بالشكل الادفانس اللي فيه بيدرو نيتو دلوقتي هو وبودنسي كمان الاثنين يمين وشمال يخليك تقدر تفكر في واحد فيهم بصراحة للموسم الجديد مع ماتشاتهم الكويسة. عندك معاهم كمان ليون بيلي من استون فيلا، واللي مشكلته الوحيده بالنسبه له هي اصاباته. لو اتضمن ان هو يعني خلاص مبقاش زجاجي وجيرارد اتكلم ان هو راجع بشكل فريش اكتر، ولو انا هختار فريقي فهو اكيد هيكون في التشكيل الاساسي دلوقتي. انا بالنسبه لي ليون بيلي لو سليم ينافس اي حد ويقدر يلعب مع اي فريق عادي جدا، وهيكون موجود في تشكيلتي من الاسبوع الاول، بس مشكلته الوحيده هي اصاباته فهستنى لحد اخر وقت في الموسم. في نفس السعر في اوسبري هال، لاعب ليستر سيتي بيقدم مستويات كويسه في الوديات، وهو لاعب كويس من السنه اللي فاتت بدا يظهر. مش هيديك اتاكينج ريتيرن كل ماتش لان هو يعني ما بيلعبش بلاي ميكر، ولكنه بيزيد كويس بيقدم مستويات كويسه مع يعني ماتشات ليستر الصعبه، فممكن تستنى عليه شويه او تخاطر بيه بقى وانت ونصيبك. اللي ينطبق على سعيد بن رحمه ينطبق على بابلو فرنانديز برده في ويست هام، 5.5 مليون خليه تحت عينك كده في النظر لحد ما تشوف الراجل ده هيقدم ايه بعد كده. اللعيبه الاربعه ونص اللي انت بترميها على الدكه، عندنا طبعا اندريا بيرلو فتره التحضير، بريرا اللي راح من مانشستر يونايتد لفولهام بيلعب راجل رقم 10 او جناح شمال في فولهام، فخليه معاك يلعب يقعد على الدكه تلعبه ماتش في النص ولا حاجه يمكن ينفعك. معاه عندنا كولبك وكافو الاثنين من نوتنغهام فورست برده لعيبه للدكه وان كانوا ارتكازات اكتر، فبالنسبه لي اندريس بيريرا هو الخيار الافضل في فئه الاربعه ونص. ملخص الكلام ده ايه برده زي ما قلنا في خط الدفاع، محرز ولويس دياس في 8 مليون، سانشو وجريليش في 7 مليون، راشفورد ومارتينيلي في 6 مليون، ويجي بعدهم من بعيد شويه برونو جيماريش، وفي الخمسة ونص خلي الأربعة زي ما قلت تحت عينك، وأخيرا أندرياس بيريرا.